السلام عليكم. في غرفة فاتزو اليوم راح ندير لكم فوندون او كونفيتور. نفوتوا المقادير. بون، عندنا لا فارين، فوالا ان بول دو فارين بهذا الحجم مويان. عندنا زوج حبات بيض، عندنا 4 كويار سكر سمول، عندنا 100 غرام تاع زبده ولا مارغارين الشيء اللي عندكم. عندنا ان بول دو كونفيتور تاع فريز ولا مشمش ولا كيما كل واحد لوغو تاعه، دو كويار كاكاو مر، اي عندنا بول مش معمر بزاف تاع كونفيتور بور لا غارنيتور، هنا نخلوه من بعد. وعندنا شويه ماء، فرفاره ليفيغ شيميك، اي بانسي دو سيل ملح غير بانسي. نفوتو لطريقه التحضير هاد بعد ما خلطت كاع هاد الفرينه والكاكاو والسكر وشويه ملح والفرفره دوك والسكر و فوالا قلته، خلوهم هنايا. ودوك نروحو باش نوريكم باش نخلطو هاد الميلونج هذا. الوغ ناخدو الدهان لو بوغ نديرو في لا كاسرول، ناخدو الكونفيتور فوالا، الماء فوالا، وهادو كاع نديروهم في النار 3 دروك كيما قلت لكم. نديرو الدهان مع الكونفيتور والماء يذوبوا، ونديرو السكر مع السكر قبيلا نسيت باش نقول لكم السكر، نديرو السكر معاهم فوالا قد هاد البول صغير 5 كويار، 5 مغارف كبار تاع السكر، ونخلو هاد الميلونج يذوب يدوب حتى يولي اون كريم، حتى يولي اون كريم فوالا. انا غادي ندوبه نردها كريم بعد نرجع لكم. فوالا بعد ما طيبت الميلونج تاعي هذا الدهان والسكر والكونفيتور والماء اللي درتهم فوالا، خليته شويه يبرد شي بزاف. دروك خلطوا معاه جوج حبات بيض، خلطوهم في بول وحدهم، فرغوهم هنايا مع هذا الميلونج هذا فوالا، اي خلطوه هنايا مع الميلونج فوالا، خلطوه كيما هكذا مليح باش يدخل في بعضه فوالا فوالا. اي دروك غادي نخلط نديروها السونتر هنايا الميلونج هذا تاعنا فوالا، نخلطو الميلونج تاعنا بيان. والله صدقوني هاد الكاطو يجي بنين بزاف. الو بعد ما طاب الكاطو تاعنا فوالا غادي نحلها قدامكم فوالا، توجور فوتو هكا. انا قاعد لي 25 مينوت باسكو عندي فور لا شالور تورنونت، انا عندكم نتوما فور نورمال تجمو تشعلوه لتحت 20 مينوت وعاودوا طفوه شعلوه فوقا 10 مينوت فوالا. هاو
نتناول الكاطو تاعنا. دوك غنديروا له الكونفيتور. انا خلطت مع شويه ماء كونفيتور في الميكرووند ولا حمو شويه ماء. فوالا ان سيرو تاع كونفيتور. دوك غادي نشربه بالكونفيتور هذا الميلونج هذا. فوالا كما راكم تشاهدوا بيان. نجمو تقبو كيما هكا بالموس ولا الخدمي باش بيان يدخل لكم السيرو الداخل. فوالا هكا شربوه بيان. بعد ما شربناه مليح فوالا تشربوه غايه بيان باش تدخل بيان الكونفيتور هذاك الميلونج هذاك لو سيرو تاع الكونفيتور. فوالا بيان. دروك تنجمو الديكور كما تحبوا. انا دابا غادي ندير سوخ كلاص. تنجمو ديرو نوات كوكو، ديرو مكسرات، لوز ولا جوز ولا اللي عندكم، ماشي المتوفر عندكم في الدار. ميم تبغوا ديرو لا شونتي من الفوق، كل واحد وكل واحد لوكو تاعه. انا غندير شويه سوبو دي شويه سوخ كلاص. فوالا كيما هكا. فوالا ولا خلوه خلوه هكا بالكونفيتور. سيت با اوبليجي ديرو سوخ كلاص. فوالا درت لها شويه سوخ كلاص وغندير شويه نوات كوكو هكا وتوغ. فوالا نديرو وتوغ كاع نوات كوكو باش تنوع في الديكوراسيون. حاجه سامبل. فوالا ندير كاع بارتو. فوالا بريس. فوالا درت شويه نوات كوكو، درت شويه زدت شويه سوخ كلاص في الوسط. دونك غادي نقطع لكم ان مورسو باش تشوفوا لو غاتو ولا سيترون لي بون هان في لو غوتا كونفيتور والشوكولا الكاكاو اللي درناه. فوالا نقطع لكم ان مورسو. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا فريمون لي تري تري بون. Le goût de la confiture, vraiment, il est roi. Wow.